السلام عليكم، اسعد الله مساءكم بكل خير تابعنا في كل مكان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الرائعه والمميزه من امونج اس. معنا اساطير في هذه الحلقه، طاقم يا شو العزيز وواحد من اليابان يا عيال، هيرو منور القلب. هلا والله، السلام عليكم. كونيتشوا ويناسان، كيف حالكم طيبين؟ شوفوا كواي، هو يعني ان شاء الله اليوم بنكون احنا الاشراف مبستر ان شاء الله باذن الله. انا بتكون مبستر، يعني اصوت عليك من الحين. يلا يلا، انا ابيك انت تصوت بس. جميل جدا. ومعنا ايضا من قناه يا شو معاذ السلوم. يا اهلا وسهلا، حيا الله الجميع، وان شاء الله نشوف اكشن اليوم، نبغاها تبرق وترعد اليوم ان شاء الله. ومعنا من القصيم زعزع الاسطوري. الله يخليك يا حفاظك، الله يخليك، مترقبين ان شاء الله جلد اليوم، وبجنبي الغب ذا اللي مكتوب دم. ايه، فثنائي الغب ذا اليوم بيبدع. ومعنا ايضا جاره من القصيم تركي منور. ازهلوا ازهلوا، تحقيقه عندي بديت كونان خلاص، موضوع عيزي حط شرك. ومعنا من الاحساء رشود حبيب قلبي. ويلكم ويلكم بالمحقق البريء. الله يستر منه يخوف. وايضا الصاطي اللي غير واطي دحوم الريزان. لو معكم المحقق جبناه اللي فاز في الحلقه الماضيه، وان شاء الله راح يفوز. انا اشكك هالمره حقير. وايضا عبر الاقمار الصناعيه معنا دحوم اطليحان. السلام عليكم. طبعا يا اخوان مواطن شريف من الحين، ها نعرف. ومعنا السبيشال، هو مواطن لكن شريف السبيشال جدا، ابو سالم منور. هلا ابو سالم. اهلا وسهلا، يا ويلكم وعليكم على اعزائي. ابو سالم ترى في حقات شخصيه انا بيني وبينك في الاوبجكشن الاخير، ترى باذن الله قريبا جدا، واذا اقول قريب جدا فخلوكم قريبين باذن الله، راح ينزل الجيس الجديد الخاص باي شو اخيرا، طال انتظار هالشيء شباب. قسم الان لابسها والله مو بعد شيء، بس الخامه أسطورية، فإن شاء الله الكمية ما راح تكون ذيك الكمية الكبيرة، فالحق عليها قبل ما تخلص بإذن الله. فما طول عليكم أكثر يا أبو خليل، يمكن وقت تنزيل الحلقة هذه يكون نزل أوريدي في المتجر، فترقبوا وانتظروا. طيب يا جماعة، الحين خلونا يلا الحين أعطينا مين دسكم أظن يسمعوني. يا شباب أنتوا حقيرين. ها نايس. انا و المسطول حبيب قلبي ابو حسين، شو يلحقني يا الله. انا اخذت مشوار رب الكعبه اللي المفروض اني ما اخذه، مشوار المفروض اني ما اخذه، مشوار اني ما اخذه. انا غلطان، انا غلطان. هذا شكل امبوستر واضح والله. يلا حي الشباب. والله حسين بس الله يحييكم، والمحقق جاي يحقق الحين، كل واحد يعطيني مكانه على السريع عشان الوقت. ليتس جو. انا لازم سكيورتي، انا سوا فوق عند تراش نازل تحت، مرت على الادمن. مين مرت على مين؟ على الادمن، كان في البني وكان في الاحمر، نزلت تحت كان موضوع التراش. حلو 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 الدو. ها انا انا طيب انا كنت في الكافيتيريا سويت داونلود، توني داخل اسوي ابلود، وشفت اذا ماني غلطان، اذا ماني غلطان معاذ او طلحي، ماني متذكر الصراحه. دقيقه، الكافيتيريا اللي فوق يمين، الكافيتيريا اللي في النص. لا لا، اللوبي اللوبي الكافيتيريا. لا متاكد حيل انا في الادمن. دقيقه، انا مع طليحان تحت يسار، وطليحان شايفه وانا عنده. اجل هو خلني اقول شيء، خلني اقول شيء عشان تعرفون. هي اول قتله صعب انك تجيب السلاير، لكن انا نزلت تحت زين، وقبالي نزلت يوم شفت زعزع وانا نازل زين، فقلت انا اروح الاخر شيء مو رياكتر اللي علمني وش اسمه يا رشود. بتكلم عشان الوقت يا بعطيك مكانه يعني عشان تعرف انه القتله جايه كيف كيف اماكن الشباب. طلعت فوق انزين، وقلت ممكن احصل واحد ميت نفس الحلقه الماضيه. طلعت فوق زياده جهه الاكسجين، حصلت الجثه. طيب بس عشان الوقت بقى 30 ثانية. انا بالنسبة لي صوت كبير على دحوم، ليش؟ لان تونا بادين اللعبة، الين ما يصير الكول داون اللي بتصير قتلة حدود 10 ثواني ل 15 ثانية، هذا وقت طويل موجودة فيها، الين ما يجي واحد يذبحه وينحاش يجي دحوم يلقاه، هذه اشوفها صعبة جدا، ما هو اتهام مباشر بس اشوف صوت كبير جدا. ابو سالم كان يمين، ابو سالم ايش ساكت يا ابو سالم؟
بسيط يعني. مكانك ما عاد ذكرني ذكرني. أنا في الأزمن في الأزمن. كان حطم بثمه مسواك. كان مع الأحمر على كلام الشباب. ما يصوت عليهم. الأحمر ميت. أطلع. أروح أنفضه. أنفضه. ولا ما أنفضه. بين طويل القتل. طويل القتل. أي دراك. والله يعني دبل كل. والله طيبة. تعال تعال. تعال تعال دبل كل. والله لحان مقلق. كنا مخطط الزعزع ايش الواحد. اوكي في واحد في السكيورتي. يا شيخ انقذنا يا شيخ. شوي صعب اللعب من زمان لعبنا. اوكي معاذ معاذ بدي اشقه شق. خايف خايف يا حليل غايب يا حليل غايب. ما راح اسالك شيء غبي انت. شون جا قدامي؟ عيال السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ما شفت القتلة، أنا صوت من الكافيتيريا ولكن أوكي. ولكن أنا عندي بيج سوس على شخص معين اللي هو معاذ. معاذ شو الاحتكامات؟ حبة حبة يا شباب عشان يتضح. شو عندي تركامات مع الجهة؟ طيب طيب أنا جاي من الكاميرات من بداية الجيم وأعتقد اللي جميع ألو. الباب اللي مروا فيها يشهدون الكاميرات كانت شغالة. إذا كانت القتلة من الكافيتيريا فاللي شفتهم جايين من عن طريق اللي هو يطويل العمر سلامة نفتح الماء من طريق الأبر إنجن. اثنين دحوم تقريبا قبل دقيقة ونص كان جاي من عن طريق الكافيتيريا الأبر إنجن وهيرو ديفل اللي هو تركي هذه الموجودة فيها. يا اهلا دقيقه دحوم دقيقه اقولك انا شايفه بالكاميرات في كاميرا على السين ما بين الابر انجن. يا معاذ معاذ جاوب السؤال مو وجه سكيورتي حق التصوير من بدايه اللعبه. بدايه اللعبه جيتها من فوق من بدايه اللعبه زعزع وراد اذا تخش معيني من بدايه اللعبه فان دقيقه. معاذ 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 عشان ما يصير عليك صاص كبير انا بفهم سؤال تركي. تركي سؤالك مقصدك الحين من وين جاها؟ اي الان يوم قلها كذا. يوم الالكتريك طفى انا كنت باللور انجين وشايفه بالالكتريك. حلو حلو القى السكيورتي القاه موجود بالسكيورتي سابقا. طيب انا اعلمك انا اعلمك انا اعلمك يا معاذ يا تركي انت ايه. قابلتني صح في اللور انجين ايه. قبل ما تقابلني انا قابلت معاذ وهو طالع من نفس الموقع. حلو وانا شغلت الكهرباء نفس ابد قابلت بعوض وبعدها قابلتك ذيكم جايين نفس المكان. من نفس المكان نفس المكان وين انا دخلت تحت في اللور في اللور في اللور. حلو باللور انا سابقه انا قدامه. اوه جاي قبلك اوه جاي شفته قبلك. طيب اصبر اصبر عشان تدرون البيج سوس على معاذ بالادمن. انا كنت بالكارت كان بالسكيورتي فجاه القى واحد دخل بالميد باي والسكيورتي اختفى ثم راح من الميد باي للالكتريك وصاروا فيه ثلاثه تمام قاعد يزود لانه بالادمن يطلع لك مكان دحوم. ترى اخذت النقاش كامل بس سكيب 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 يا انك يا انك قاعد تهبد في بحر يا انك ثيرد بوستر يا تركي معليش لا لا سكيب 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 لان من بدايه الجيم شوفوني في الكامات يا تركي فجاه كذا معادره تحياتي اتحداكم مو بهو لانه كلامه منطقي انا رديت اعطيت سؤال سحب على الاجابه على هذا السؤال. المشكله الشباب مو عارفين حتى كيف يبدون النقاش يعني. طيب قول اللي عندك على طول حرفيا ثيرد وبالعكس احلى شيء يكون ثيرد مصالحنا يكون ثيرد. شكرا تروك خاف من الصوت اصلا يهج. هذا رايش رايش هذا ابو سالم ما ينفع ما ينفع ما ينفع تهججها. اشد لازم تنتفى اشد لازم تنتفى. زعزع معنا
استغفر سبحان الله سبحان الله على طول تحرك سبحان الله. ترى انا ما اعرف ايش هو. انا ما ادري شلون شلون ادري ان الكاميرات شغاله. تراك بطير انا بطير. اه والله يا جماعه اني مفرمت وفقد اللمسه بس بطير تروك. هل يكون زعزع؟ ما عندها سوي ريبورت. السلام عليكم. أوله. السلام عليكم. يا ساتر. أنا أول شيء. الله أول شيء في هالقتلة 100% أبري واحد. زين بس قبل ما أبري رشود قل لهم المكانك. أنا في الكاميرات. حلو. في مشهد أنا شفته انصدمت. معاذ. صدمني بس ما كملكم بعدها. معاذ. انا اعتقد يبريني زعزع انه كان زعزع هو يلحقني هو واحد ما ادري مين صراحه. لا تكذب معاذ انا كنت معاك. اقولك وهو واحد ما ادري مين صراحه. انا اللي كنت امشي معك. والله والله اني داري والله اني داري يا دحوم. وصلني قافتك من اول الجيم قافتك من اول الجيم يا دحوم. انا ما ادري وين الكافيتيريا. والله في واحد انفصل يا جماعه. ايه في واحد انفصل. ايه والله العظيم اني قافت دحوم من اول الجيم. ما هي منطقيه ما في احد يدي الحال والقتله على طول. ودي اذبح تروك انا ابي زعزع يا غبي. قاتل قدامك يا مره. ايه هدري عشان بس ابو دحم ذبحت معه. الله يجيني امبوستر واشق دحم الكلب حقت عليه. عطني امبوستر تكفى خلني اشق. انا سوس لا اصعب شيء. انا ما جزء ما في اي تفاهم. اقهراء يلا ما عليه. تسوي بذكاء. نشوف مين اللي سوبها معنا. مين اللي بيسوبها؟ ها وجاو هنا. نشوف هيرو شو قاعد يصدم واقف. هنا دخلوا اثنين. ليه ما حد طلع؟ ليه ما حد طلع؟ بس هيرو شو هيرو دبل اوكي طلع. سالم قده على الطيب ضاري ما يشرب النيدو. لا جاب طيروه بدخل بالفنت. تحرك هيرو. والله صعب صعب الجيم ده لانه انا وهيرو ما في اي تفاهم. بيجي معاذ بطيره لانه معاذي قال له ماسك الكاميرات قال له انا مدرك كل شيء وانا والله يا جماعه بيفوزون. ايه والله بيفوزون. سام شب ما في سبوتاج ما في زفت. والله يحنشني. السلام عليكم. يا دحوم. السلام عليكم ورحمه الله. من بلغ الرشيد تفضل رشيد. سؤال سؤال صريح. مين اللي كان في الكهرب؟ انا ابو خليل. بس قلت انا كنت ابو سالم قبل كان معي ابو سالم. انا ابو سالم كان معي. ابو سالم طلع. اول ما طلع ابو سالم طفى الكهرب شغلت الكهرب شفت دحوم داخل عندي وابو سالم مذبوح عند بوابه الكهرب. طيب رايك زعزع سؤال سامة. زازع سؤال. انت طلعت من الكهرب وطفى الكهرب على طول ليش ما رجعت له؟ لا الله يجزيك خير رشدي انا بكاميرا. لا لا انا نازل اصبر اصبر رشدي ترى انا لا يمكن انا لا لا انا ترى انا والله اني مفرمت. شفت شوف رشدي ترى انا مفرمت. انا ما ادري اذا طفى الكهرب اروح يجي اسهم ابتلتها الحق الاسهم. بس انا ترى اصلا ما كنت حول الكهرب رحت الكاميرات. ما طفى الكهرب الا الا طفى الا طفى الكهرب عندي. شو تعمل بس يعني بس فيكم الخير والبركه شو لا اجي ازحمكم.
تو مو طالع ساكت. لا لا ما الرشدي يسمع، انا ماشي ما ادري وش الجسم ذا. زين دقيقه انا نازل دقيقه نازل من تحت زين، ورقيت الكاميرات وقعدت عند الكاميرات. طيب اصبر اصبر اصبر، منين جيت؟ انا قعدت عند الكاميرات بعدين جاء البلاغ. منين جيت؟ ما ادري من من شوف زعزع زعزع جاء من الكاميرات. دقيقه زعزع جاء من طريق الكاميرات على الكهرباء. لا 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 اصبر طيب اصبر خالي اخوي. اذا 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 انا عشان اذا انا غلط تتكلم اصبر. من عند البنزين، من عند البنزين جاي ورقيت الكاميرات. اي انت لحقتني. اي وانا عبيت بنزين ولحقت جيت وراي واللي عنده كاميرات يعرف. لا لا ما جيت وراي الرشدي، ما جيت وراك، انا مشيت نزلت. طيب, طيب عشان نسمع من الباقي يا شباب، ترى ما نبي نسمع، انا بسمع من دحوم. طيب وبسمع من دحوم. انا عندي انا جد علي تبي الدحوم 100% بسوى الاسكان 100% كروميت، ما حذفت الاسكان انتم. يس وش اسكان؟ منين جاي دحوم؟ منين جاي دحوم؟ يا عيال دقيقه بكمل كلمه واحده. بسكريتي شفنا بنت نقاز بالميد باي وشفت انه عزوز، بس قلت احط زياده لكم اذا تبون تطيرونه ولا ما تبون كيفكم. أنا كنت معاك، وش اللي اشتخني أنا؟ أي قديم الموضوع، قديم عزوز كنت ماشي معك، وش اللي قديم؟ قديم قديم مرة بداية الجيم، بداية الجيم. هذا هذا الرشدي يقلط أي حنبي، لا قد شيته ودمرته ودمرت مستقبله. وأنا ما أدري أبا بقعد معه. زعزع أقول أن جاي وراي، يقول لي لا ما جيت وراك، أنا شايفك شايفك. طيب عبيت البنزين وأنت رحت تشوف أنا إيش كنت أسوي. شباب ما بدنا نسولف يا جماعه، ما حد مات، ما بدنا نسولف. اصبر انت، في ناس ما سمعنا منهم. مبوستر يا عيال. لا 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 مش مبوستر، ما بوستر، في ناس ما سمعت منهم. لا 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 انا واحد صراحه افهم في علم النفس. دقيقه خلب على النفس على جنب، خليه يتكلم عشان ما ارجع اتهمك مره ثانيه. تكفى حتى ما بعد يبدا الوقت. ابي اسمع من دحوم الرزام، منين جاي انت الحين؟ ساعه يوم انك تجي الكهرب عندي، منين جيت؟ ما جيت الكهرب، شفت شلون انك مبوستر؟ انت مو بفراسك جبنه فوق راسك؟ اي مو بنا اجل الاصفر. اي انا جبنه اي بس مو بنا جيت يعني. اجل زعزع اللي جاء، اجل زعزع القاتل يا شباب. زعزع قاتل. ليش ليش؟ بالمعنى انا شفت شيء اصفر جاني وقت انا جيت اشغل الكهرب ودخل عندي الكهرب، دخل طلع عندي طلع بسالم فصل. لا لا لازم لازم عادي يرجع بعد شوي. اي شوف شوف بقول لك شيء في ما بقولك. انا بقول لكم شغله، انا شفت واحد اصفر جاني ففكرت الجبنه، طلع اذا مو بالجبنه ودام انه دحوم بري فزعزع طلحي لونه. زعزع طلحي لونه. لا 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 اي زعزع لا اصفر، انا شايف اصفر الجاني. طيب دقيقه، اول شيء اول شيء انا ما اقدر اخذ واعطي معك يا ابو خلي، لاني انا ناسي الاماكن ولا اعرف. بس شوف شوف حقت البنزين، حقت البنزين ما ادري تحت 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 الاسلاك، ما ادري ايش اسمها تسمى. شوف انا طلعت ايه دخلت ما ادري، دخلت من عنده ومشيت ورقيت الكاميرات وقعدت بالكاميرات يمكن يمكن 20 ثانية بعدين جاء البلاغ. يعني شلون والله لو انا اسمي ذا اللي كان في الكهرباء، اللي كان في طليحان معك ابو خليل. ابو خليل اول شيء صدق الراشد يسوي مهمة البنزين وطلع فوق. ان دخلت الكهرب انا دخلت معك، اول ما دخلت معك انت شغلت الكهرب وانا طلعت معك ثاني مرة. دقيقة تركي بساعة برا مين؟ تركي برا مين؟ دحوم واحط اتهام على اي دحوم؟ اي دحوم؟ رزان رزان اوكي مخاويني في الرحلة ترى. سؤال اخير يا اخوان، اللي لونه ازرق مين؟ انا 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 لا 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 ازرق جبنه عندي انا اتوقع ان ازرق جبنه اي انا انا اوكي اوكي تكفى قل اني انا القاتل يعني والله ما قلت شيء طيب ما قلت شيء لا والله لا بس انا كذا بسمع اكثر واحد جايينكم عزوز لا نعم صوت علي شكل رشد صوت عليك مين صوت على راشد هي هي سكيب من اجل صوت علي ولا راشد اوكي 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 خلوا النظام بس اوكي اوكي صمتوا شباب صمتوا زعزع يخوف الله ان زعزع يخوف يخوف الكلب الله اني قايل انه هو قايل لكم يخوف بس بنخلص خلاص ما تخلصت عشان مره ثانيه تركز كذن ايدي انت مين هو القاتل اعرف اعرف الحين اعرف اعرف راح امشي امشي روح ايه قول اوريك واحقد علي تافه يا باقي مهمه باقي مهمه اخلص 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 يعني طيق بليز اب الله ابو دحم الله ابو دحم اللي مبلغ
الله مين البلث؟ الله شو اللي شفته زعزع تفضل؟ اقول دحوم شوف شوف ترى كل لصص علي كل لصص علي دقيقه زر 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 شوف طيب شوف شوف انا لو اتكلم راح تقول لنا انت مبرى ما ادري ورا انت مبرى شو اللي شفت طيب قل لي شو اللي شفت اللي شفت يا جماعه الخير اللي شفت عندي على السد جبنه تافع التبن قشت الرك امام عيني لا 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 دقيقة 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 مدي وراء علي سس من البداية زعزع تكفى 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 عيد 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 أنا ماشي أنا ماشي أنا وتروك ودحوم دحوم قتش تروك قدامي مدي وراء علي سس من البداية لا 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 كذاب لو دحوم بيروح على زعزع زعزع انا ما قلت شيء راح صوت خلوني احكي لكم صوت يا تافه انت ويا صوت زعزع كان في يلا 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 زعزع اسمع اسمع من الكهرب من الكهرب في الكاميرات طفى الكاميرات طلع في السيب بعد ما راح راشد فوق دحوم دحوم قبل روح جوله ثانيه دحوم صح صح تحت موت يلا يلا دحوم اسمعني اسمعني الثاني هيرو الثاني هيرو انا زعزع هيرو كانوا مع بعض انا لاحقك هيرو والله ما هدك نامكم يا عيال والله يا زعزع لو ان دحوم لو تركي القمر بتخلص بتخلص بدايه الجيم انا بس تبي تخلص باقي مهمة واحدة قلتها بقى اطلع انا اللي قدامي يلا يا رب جيني مبوستر يلا يا رب تكفى كروميت كل مرة كروميت خلاص نبي نشق عيال مستحيل ترى مستحيل مرة ثلاث مرات زعزع الله صدقوني زعزع امبوستر بنسبة كبيرة وحاقد علي وراح يذبحني اول شيء تبدا تصلح النور تصلح النور مرات ليش ليش والله بخلي انت مبدع ودائما يعني تطربنا بابداعاتك ليش ليش ثلاث مرات انا ليش استغفر الله طلح الفصل عليه هذا ما يثق تعال 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 يا ورع تعال أثق بك مواطن صالح مواطن صالح ما شاء الله ايش قاعد يسوون ذولي اي الكلاب ما يكون مات شيت قلت لكم بموت انا قلت لكم بموت وقلت لكم زعزع قاتل ما صدقتوني تعال تعال تكفى تعال معي تعال تكفى تكفى يا حمار استغفر الله العظيم زرنا بقرة زعزع ما تجي معي يا عيال للآن قاعدين نتفهم صح انا وزعزع ما عاد تلعب بالحالك شباب شباب والله زعزع اقسم بالله اول ما بدا الجيم قلت لهم اذا زعزع مش امبوستر انا ما افهم وش في اوكي ام سوري الله ايش كروميت 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 لعبه جل كروميت هالمره هل افعلها زعزع مره اخرى اوكي بخليل بخليل ميت راح نفسه اوكي
ملك علي والله ملك علي والله مقلق والله مقلق والله ما تطيره وحي والله بغيت اطيره والله بغيت اطيره لا حول ولا قوة الا بالله يا عيال من اللي مبلغ؟ وسالم اذا بسالم اذا سالم مبلع خلاص 10 سالم تكلم يا وسالم عيال من بعد راشد راشد البري صراحه شفته عند الوبن فوق يطلق فمره طيب تبريه مع كف برضه وش يطلق وش يطلق اللي عند الكناب معاد يعني عنده اي عند الكناب معاد وانا كيف بسرعه انا يطول عمر السلامه انا يطول عمر السلامه كنت اقش الاوراق الشجر اللي كانت في الاوتو شفت في البدايه اصلا راشد كان يسوي لوبز كنت بقول ابري مع كف بس انت بريته قبلي بعدين نزلت مع راشد للمشيلد وقابلنا واحد اوكي وقف خلاص معانا هيرو يا ابو جبنه ايوه وين فيه بسرعه فين يا حياتي كهرب 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 في كهرب احد معك حولك جنبك شيء اي انا انا جنب انا وسمي عندكنا في اللورد بعدين هو راح يبينا طلعت فوق ابو دحم ابو دحم انا معك أوكي. اما شفت انا ابو دحم انا معك ابو دحم لا ترى مو ب 10 اصير البوس طيب عمرك انا تكفي لا زعزع صدق كان في المنطقه طيب هيرو وين فيه انا كنت في الاوتو مر من عندي معاذ والازرق مين كان الازرق انا لازم دحوم اي دحوم شفتني انت ومعاذ برضو شاف تو دحوم قبل لك ان شاء الله ماشي فيها زعزع عنك لا 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 انا اشد بكلام شوف ابو شوف دقيقه هيرو اقول لك انا اشد انا هدو هدو عيال انا عند جاي ما ادري والله ما اعرف بس تريح تحت عند البنزين وشفت ابو نادي دخل الكهرباء يمديك تفتح الخريطه على اليمين فوق في الزاويه فوق على اليمين في علامه خريطه اضغطها يمديك تقرا ضعت جود يوضع جود الزبده عند الالكتريك الجثه انا كنت في الكوميونيكيشن يا عيال اسوي مهمه خايسه ما اعرف ازين وش الكوميونيكيشن دقيقه وش الكوميونيكيشن وبعدين طلعت وقابلت الشباب عند الشيلد الجثة على المدخل الأدمن عند البطاقة يا إبراهيم أجل إبراهيم موصل إبراهيم ما تقدر تحكم يا عيال سكب لا لا بس صص على أبو خليل صص على أبو خليل بعدين يقول صص على أبو خليل صص على أبو خليل تذكروا كلامي يلا أجلد مهامكم يا عيال ليه صص على أبو خليل؟ لأنه مين المهمة اللي في الكوميونيكيشن ما يتخلى الامبوستر هذا الحيوان البريء حق تركي هذا معادي قال لي خبري قسم لي قال له خبري يقعد عند الكاميرات يقول له أنا اللي بطيح بكم أنا اللي بعرفكم أنا ذا لا 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 طعنت ولا جخرتهن لا جخرت جخر دخلت السكينة وطلعت مصارينه ايه خلا لا بشير بطلحان بطلحان راح دعكبه ولا بطلع له ما بقى الا انت وانا بدا بحك مضمونين تخيل اخدر فيني نفسك السنة اخ ادخل يا ولد كلب وش ذا؟ ايش ذا؟ تبع الكيل اها يا عيال مالي دخل ليش انا وراح ليش هالسنه يا جماعه البوستر اذبحك عشان ارتاح سؤال من اللي كان عنده شيء صغير يمشي معه؟ ايوه كفو عليك بخير من انت السؤال بالضبط لا مو انا من هو؟ ابو سالم اللي مع مسواك مع جثته يمكن في واحد صغير تركي خليه يولي اه ايش ليش موجود في الخريطه لحد اي مكان ما فيك موجود انا كنت مع ابو سالم من الكاميرات معي انا كنت معك ابو سالم انت كنت مع الكاميرات كنت معك اي اوكي انا ما دخلت الكاميرات الا عند الباب بس شفت هيرو يوم لفت على ريأكتر
في جثة مسدوحة هناك ومدفونة عند المهمة حقتي. وين؟ ايش وش الرياكتر ابو سالم؟ زعزع افتح الخريطة واقرا. اليسار اليسار اللي جنب الكاميرات على طول. السفينة السفينة اليسار. يس انا شفت الكاميرات شغالة من البداية يا شباب بس ما ادري هل انت كنت فيها ابو سالم من البداية؟ لا ما شغلتها ولا دخلتها، قربت عند المدخل بس. مر على هيرو انا طلعت تحت المهمة اليسار. عشان ضمت في حد ميت ولا بس. انا اخر مره شفت فيها دحوم اللي هو شو اسمه طليحان كان في المدبي مع الريزان، هذا اخر شيء شفته. طيب يا شباب انا اسال ابو سالم اللي شفته طايح مين؟ برتغالي؟ البرتغالي نعم. طليحان صح؟ طيب انا صراحه لازم نصوت، لازم نصوت الحين. راشد دائما ابلغ، انا ابرك يا راشد، انا شك بين اثنين هيرو وابو خليل. تستهبل انا كنت معاه. الحمد لله مو انا. الحمد لله مو انا. الحمد لله. لا لا لا. الحمد لله. كيف اسويها؟ اشرح لي اشرح لي اشرح لي. دبل كيل انا اشوف ان ابو سالم يعني ابو سالم يحصل جثتين ورا بعض. طيب ابو سالم جثة معاد بالكاميرات. ما ادري عنها. صوت على ابو خليل. انا بصوت على ابو سالم انا. انا اقول هيرو ولا ابو خليل؟ راشد شو علمك انت؟ انا بصوت على ابو خليل. على ابو سالم يا مرضى القموا يا مريضين القموا يا مريضين. طب نلحق شوي. شفت لو انك ما قلت سو ذي ولا حقت ذا اقول القموا يا المباص سو ذا ميوت كفو والله اني قايل لك ابو خليل قايل لك ابو خليل كفو كذا يا اخوان وصلنا لنهايه هذه اللعبه، اتمنى انكم استمتعتوا معنا. اذا عجبتكم يا اخوان الله باللايك والاشتراك والشير لانه مهم جدا عشان نقدر نسوي لكم لعبه ثانيه مع اشخاص ثانيين، وهذا بناء على طلباتكم. وهالمره زارنا ضيف جميل اسمه هيرو من اليابان وغدرنا فيه والله. اللي طول اللعبه قاعد يذبح اي والله ظلمتوني بس والله جدا استمتعت جدا استمتعت وان شاء الله جيت اكثر كذا كون وصلنا لنهايه منكم استمتعتم معنا بنقول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تنسوا اشتراك لايك شير ونشوفكم على خير.